السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية تعلن ضوابط التقديم إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2022-2023. ذكرت الوزارة في بيان أصدره المكتب الإعلامي أن التقديم يبدأ يوم غد الاثنين الموافق 27/6 وينتهي في نهاية الدوام الرسمي اليوم الخميس الموافق 7/7، حيث تنص الضوابط قبول الطالب في مدارس المتفوقين والمتفوقات من الحاصلين على معدل 93%، إذ لا يحق للطالب التقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد والتقديم إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات معا في آن واحد، وفي حالة حدوث ذلك يحرم الطالب من كلا التقديمين. وإضافت يكون الاختبار وزاري تحصيلي بالمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم من مواد الصف السادس الابتدائي وبحسب المنهج المكيف وعلى وفق ما صدر من المديرية العامة للمناهج للعام الدراسي 2021-2022، علما أن موعد الاختبار التحصيلي سيكون في يوم الاثنين الموافق 22/8 عند الساعة 9 صباحا، على أن تجري الاختبارات في نفس المدرسة التي يقدم فيها الطالب. طبعا توضيح لهذا الخبر، وزارة التربية تعلن ضوابط التقديم اللي يريد يقدم على مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 22-23. طبعا قبل فترة نزلت لكم فيديو لما قلت لكم شلون تقدمون وشنو تدرسون، نفس الكلام اللي قلته، هم التقديم راح يستمر لحد يعني تقريبا 10 ايام من باكر راح يبدا التقديم الاثنين 27/6 وينتهي 7/7 يوم الخميس 7/7، يعني تقريبا يبقى 10 ايام ورا 10 ايام ترى ما حد يحق ان يقدم، والمعدل مالته 93%. وشنو الاختبار تحصيلي بالمواد اللغه العربيه واللغه الانجليزيه والرياضيات والعلوم، يعني من مواد الصف السادس الابتدائي اللي انت درستها يعني، وراح يكون موعد الاختبار التحصيلي في يوم الاثنين 22/8 عند الساعة 9 صباحا، يعني يوم الاثنين بشهر الثامن 22/8 راح يختبروكم يمتحنوكم، يعني هي هاي الضوابط.